في عام 2003 تم افتتاح المبنى الشرقي للمستشفى، ومن ثم توسع قسم أمراض وجراحة القلب ليشمل 60 سرير، وازداد عدد غرف عمليات جراحة القلب من غرفتين إلى 3 غرف، وازدادت غرف القسطرة القلبية من غرفة واحدة إلى 3 غرف. إضافة إلى ذلك، تم استقطاب وتوظيف المزيد من الكوادر الطبية السعودية والعربية المؤهلة والمتدربة في أفضل المراكز الطبية الغربية. كما ازداد عدد إجراءات القسطرة القلبية للكبار والأطفال من 400 حالة سنوياً في عام 1996 إلى ما يزيد عن 7000 إجراء في عام 2016. ويقوم الأطباء في معمل القسطرة بإجراء أحدث وسائل التشخيص والعلاج وتركيب الصمامات القلبية وإصلاحها بواسطة القسطرة دون اللجوء إلى الجراحة في كثير من الحالات، إضافة إلى تركيب أحدث الأجهزة المنظمة لضربات القلب واستخدام الكي الكهربائي والبارد في معالجة مختلف أنواع تسارعات القلب المرضية، كما تم إجراء نقل حي ومباشر من معمل القسطرة إلى العديد من المؤتمرات الدولية. وازداد عدد عمليات القلب الجراحية من 24 حالة في عام 1997 إلى ما يزيد عن 700 حالة سنوياً للكبار والصغار. ومنذ عام 1997 يقوم قسم خدمات القلب في المستشفى بتوفير خدمة إجراء توسيع الشريان التاج الإسعافي لحالات الجلطة القلبية، إضافة لإجراء العمليات الجراحية المستعجلة للمرضى الذين يتم نقلهم إلى المستشفى من المناطق المختلفة على امتداد الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية بسيارات الإسعاف، كما يصل عدد من المرضى بطائرات الإخلاء الجوي الذي تقدمه إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة على مدى عدة عقود. وفي ظل التطوير الدائم، تم بحمد الله الانتهاء من بناء مركز القلب الجديد، وهو الآن في مرحلة التجهيز ويرتقب افتتاحه قريباً بإذن الله. ومما لا شك فيه أن هذا الصرح الشامخ بإذن الله يمثل بداية عهد جديد لتطوير علاج أمراض وجراحة القلب في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية. وما كان هذا ليتم إلا بتوفيق الله أولاً، ثم بالدعم الكامل الذي تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة منذ أن أنشئت، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله.